السلام صباح الخير. عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله دكتور. بسم الله الله يحييك. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الحضور من كل مكان في هذه الرحلة الجميلة والأمسية الطبية والليلة المنيرة بتواجدكم معنا من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. سأكون أنا مجد داري بإذن الله بصحبتكم في هذه الحلقة من برنامج ليالي رمضان الطبية. وعنوان حلقتنا تحديثات ومستجدات حول فيروس كورونا. في هذه الرحلة سنتناول عدة محاور وفقرات أسئلة من وإلى الجمهور. ومن أهم هذه المحاور المطروحة قراءة البيانات والإحصاءات التي تريدها الدول المختلفة، نتحدث فيها عن منحنى العدوى والانتشار، ثم نعرج على التطعيم ضد الفيروس وخيارات العلاجات واللقاحات التي يعمل عليها ومفهوم مناعة المجتمع، ثم نتحدث عن ممارسات عملية لتعزيز الوقاية من العدوى ومحاور أخرى أيضا، والتي سيشرفنا فيها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد المزروع، المشرف العام على جامعة سليمان الراجحي وعميد كلية الطب استشاري طب الأطفال وطب الأمراض المعدية، الذي يقدم نفسه بأستاذ جامعي وطبيب استشاري ينشد الحكمة ويأمل أن يوفق لنشرها. أهلا ومرحبا بكم دكتورنا. حياكم الله، بارك فيكم، وشكر الله لكم هذا الترتيب للقاء، وأشكر أيضا الإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مفيدا للجميع. اللهم آمين. دكتور، لو نبدأ بمقدمة، لو تبدأ معنا بمقدمة تخبرنا بها عن الوضع الحالي، وأين نحن من كوفيد-19 أو كورونا كما يسميه البعض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل من المفيد أن نتحدث عن أمرين: الأمر الأول عن كورونا كمجموعة فيروسات، ثم نأتي إلى أيضا مفهوم الجائحة، وشيء عن الجوائح السابقة التي مرت في التاريخ، حتى نقرأ الواقع الحالي قراءة صحيحة ومعتدلة. طبعا الفيروسات الكورونا عرفت تقريبا في منتصف الستينات الميلادية، كانت إحدى الفنيات المختبر الاسكتلنديات تعمل ضمن بحث عن فيروسات التي تسبب الزكام، ورأت مجموعة من الفيروسات شكلها غريب دائري محاطة بهالة تشبه الهالة اللي حول الشمس، وتسمى كورونا هذه طبعا. والمهم أنها استطاعت أن تطور آليات لمعرفة، فاكتشف أن هناك 4 فيروسات تسبب من كورونا، تسبب الزكام عند البالغين وعند الأطفال، تسبب بعض الأعراض الأخرى لكنها خفيفة وعادية ومعتادين عليها. الذي حصل هو في 2002 انتقلت بعض الفيروس من الخفاش إلى الإنسان، وسبب جائحة سارس، هذا في 2002. ثم بعد ذلك في 2012 أيضا انتقل فيروس آخر من طائفة كورونا إلى الإنسان من الخفاش، عبر غالبا الحيوان الوسيط، غالبا الجمال، وتركز هذا في منطقة الخليج العربي تقريبا والدول التي فيها جمال، وسببت ما يسمى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ميرس. هذا ما كان إلى ذلك الوقت. طبعا في ديسمبر 2019 أحد الأطباء الصينيين في ووهان
جت عائلة من ثلاثة أفراد كلهم كان لديهم التهاب رئوي. هذا الالتهاب الرئوي كان يشابه إلى حد كبير ما رآه هذا الطبيب سابقاً في 2002 لما جت جائحة سارس. فكونهم ثلاثة ومن نفس العائلة وعندهم نفس السندروم بلغ الجهات الصحة العامة في ووهان وتتبعوا الحالات الموجودة، وجدوا فعلاً عدد من الحالات المشابهة منومة في نفس الوقت في المستشفيات. بدأ آلية لاستقصاء الوضع، والحقيقة تسارعت الصين بشكل كبير جداً في تقصي الموضوع دكتور، لدرجة هل أنه نستطيع أن نعتبر أن هذه العائلة هي كيس زيرو أو بداية الحالة؟ يصعب بالجزم أنها تكون هي يعني كيس نمبر 1، لأنه قد تكون هناك حالات نومت في أسبوع قبلها أو أكثر في إحدى الحالات اللي داخل المستشفيات الثانية، لكن هذه كانت هي الشرارة التي جعلت هذا الطبيب يتنبه أن هناك شيء غير معتاد في مثل الحالات هذه. فالشاهد أنه الجهود التي قامت بها الصين الحقيقة كانت متسارعة بشكل كبير جداً، لدرجة أنهم في خلال 12 يوم تقريباً كانوا ليس فقط يعني تعرفوا على الفيروس، بل سووا له التسلسل الجيني اكتشفوه، واستطاعوا في يناير 11 في 11 يناير أنه يسووا الفحص البي سي آر ويبدأ الكشف عليه. طبعاً بلغت بعد ذلك بقية الدول والمنظمة الصحة العالمية. هذا طبعاً يمكن عايشتوا أنتم تسارع الحالات، وكانت في الصين في البداية ثم انتقلت إلى بعض الدول التي في الشرق، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران كبعض الدول الأولى، وبعد ذلك بدأت تصعد منظمة الصحة العالمية من تحذيراتها أنه هذا تعتبر وباء emergency cases، وبعدين أعلنت أنها جائحة أو pandemic. نعم وهذا دكتور. بس يجرني بس أنا تفضل. كنت بس سأربط أقول أنه يعني سلسلة وجود الجائحات في العالم ليست غريبة الحقيقة، ويمكن يتذكر الناس أنه مر على في العصور السابقة عدة أمراض سببت جوائح، منها فيروسية ومنها بكتيرية. البكتيرية غالباً كانت البليغ أو الطاعون، والكوليرا كأبرز يعني أسباب من أسباب الجوائح البكتيرية، وكانت هناك الفيروسات وهي الأكثر طبعاً. الإنفلونزا كان هو المتصدر بلا شك، كان في مراحل الجدري سمول بوكس قبل الانتهاء من العالم. نعم دكتور. بالحديث عن بداية انتشار الفيروس وما إلى ذلك، هناك سؤال يراود الكثير، هل هناك أيادي لعبت في دور انتشار هذا الفيروس عن طريق العمد بأن أخفت معلومات أو تعمدت نشره وما إلى ذلك، إذا كانت الصين أو غيرها؟ وهل من السهل تعديل المادة الوراثية لفيروس بسيط أو بفيروس مثل بهذه البساطة كما يذكر؟ وهناك أيضا خبر يقول بأن انتشار الفيروس بدايته كان عن طريق عامل بأحد مختبرات وهان بالخطأ. يعني بناء ما تقدمتم دكتورنا، فهل يمكن أن ننفي هذا الخبر؟ نعم طبعا، تعرفون في مثل الأحوال هذه يكثر التكهنات وتكثر أحيانا الاتهامات إن صح التسمية، والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة، ونظرية المؤامرة حينما تسود لا شك أنه يستطيع الواحد أن يجد لها يعني مبررات يبني عليها، لكن الذي يهمنا هو الحقائق. هناك طبعاً دراسة نشرت في مجلة من أعرق المجلات العلمية المحكمة تسمى نيتشر، نشرت قبل تقريباً شهر أو خمسة أسابيع فيها في الحدود أو ستة أسابيع لا أذكر الآن بالضبط،
لكنها عمل درس التسلسل الجيني لهذا الفيروس، ودرست التسلسلات الجينية لفيروسات أخرى، وأثبت العلماء الذين درسوا أن هذا التسلسل لا يمكن أن يكون بسبب فعل فاعل. هناك مؤشرات لديهم يعني تحتاج إلى متخصص في الجينيتك موليكولر جينيتكس حتى يستوعبها بشكل كامل، لكن كان تأكيدهم أنه يعتبر هذا تطور طبيعي جدا لفيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان. وبالمناسبة التشابه الجيني بين هذا الفيروس اللي هو سارز كورونا فيروس 2 يشبه سارز كورونا فيروس 1 في قرابة 80% من التشابه معه، مما يدل على أنه يعني هو من نفس العائلة وربما انتقاله تطور طبيعي. طبعا لا شك أن لا أحد يمكن أن ينفي نفيا قاطعا أن توجد هناك آليات أو أسباب معينة سهلت، سواء كانت عمدا أو خطأ، أن يكون هناك خطأ في مختبر المختبرات ونتج عن تسرب هذا الفيروس برا، هذا وارد، لكن ليس هناك أدلة علمية تثبت ذلك، بل العكس، الأدلة تثبت خلاف ذلك، أنه ليس بفعل فاعل وليس من صنع البشر. نعم جميل، اتضح دكتور. كثيرا ما نسمع عن منحنى العدوى. كنت إذا تسمح لي بس كنت بقول، أنا كنت أتكلم عن الجوائح وأقول أنه إكمالا لما ذكرناه عنها، نحن الآن هنا في بعد انتشار هذه الجائحة وصلت الإصابات في العالم يمكن 3 مليون الآن وشوي، الوفيات إلى الآن تقارب 300 أو 300 وشوي، لا زال يعني بعيد جدا جدا عن ما حصل من نتائج لجوائح سابقة. يعني جائحة ما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في عامي 1918-1919 أصابت قرابة 500 مليار في العالم، الوفيات تقدر بأقل تقدير لها أنه 20 مليون إنسان توفي، وتصل بعض التقديرات إلى أنها 50 مليون إنسان. في 8 أشهر فقط توفي 25 مليون. فهذه واحدة في 1918. آخر واحدة من الإنفلونزا أيضا التي سببت جائحة اللي كانت في 68 ميلادية وتسمى إنفلونزا الهونغ كونغ، وهذه طبعا إنفلونزا أيضا لكنها ليست مثل 19-18 اللي هي H1N1، هذه كانت H3N2 وهذا طبعا الرمز الجيني لها. هذه الجائحة نتج عنها 1 مليون وفية، يعني 1 مليون من الوفيات. في هونغ كونغ نفسها 15% من سكانها أبيدوا يعني أو ماتوا، يعني يصلون إلى 500 ألف. فقصدي أنه أنا أردت من هذا أقول أنه صحيح هذه جائحة لها بعض الخصائص المختلفة شوي عن الجوائح الثانية، لكنها لا زالت ولله الحمد أقل بكثير الحمد آثارها على العالم. نعم الحمد لله، هذا من فضل الله. الحمد لله. نعم دكتور، كثيرا ما نسمع عن منحنى العدوى، لعلكم توضحون لنا فكرة فيه. أي نعم، طبعا حينما يبدأ الانتشار وباء بوجود إنسان واحد يبدأ مصاب، يأتي إلى مجتمع وهذا المجتمع كله ليس لديه أي مناعة ضد هذا الجرثومة، يبدأ هذا الانتشار. حينما ينتشر تتحدد سرعة انتشاره على عوامل مختلفة، واحدة من العوامل هي قابلية هذا الميكروب لإصابة العدوى، معنى آخر ما يسمى بمعامل العدوى في هذا المرض. معامل العدوى في هذا المرض سيحدد الإنسان الواحد المصاب كم ينقل العدوى
لكم شخص آخر من في هذا المجتمع ممن لديهم القابلية. فلما يأتينا فيروس جديد على العالم مثل الفيروس هذا الجديد، معناه كل الأفراد في المجتمع ليس لديهم سابق مناعة سابقة إطلاقا، وبالتالي نعتبر الجميع كلهم لديهم القابلية لاكتساب الفيروس لعدم وجود مناعة سابقة في البداية. يبدأ هذا الفرد اللي لديه الإصابة ينقل العدوى لعوامل. إحدى العوامل مثل ما ذكرنا هي معامل العدوى. معامل العدوى حدد فيها لهذا الفيروس في تقريبا بين 2.5 أو 3، أو البعض أوصله إلى 5.5 أو 6. معنى آخر، الواحد سينقل هذا العدوى إما إلى 3 أشخاص أو ربما 5 أشخاص أو ربما 6 أشخاص. طبعا تخيل لما ينقل العدوى هو إلى، لنفترض لثلاثة أشخاص، كل واحد من الثلاثة سينقله لثلاثة أشخاص، فتبدأ التزايد بشكل كبير، وهذا سيحدد تزايد الحالات، وهي ما يسمى بمنحنى العدوى. يهمنا في الحالة هذه، ربما أيضا يعني سمعنا كثير وهو ما يطلق عليه بتسطيح المنحنى، والسبب في الكلام إنه حينما ينتشر العدوى بسرعة في وقت قصير معناه سيكون عندك عدد مصابين كثر جدا في وقت قصير بسبب أن هذا الفيروس ينتشر بهذه السرعة، وهذا يجعل عدد مصابين في وقت واحد إما سيترتب عليها إشكالات. واحدة من الإشكالات هي أن الجهاز أو خلينا نقول النظام الصحي في البلد حينما ينتشر هذا العدوى لن يكون قادر على التعامل مع التعامل الكافي. هذه الفيروس مما عرف عنه أنه تقريباً 80% من الناس سيكون المرض عندهم خفيف جداً لن يحتاجون الدخول المستشفى، 15% سيكون يحتاج أنه ينوم في المستشفى لكنه لا يحتاج إلى عناية مركزة، 5% من الناس سيحتاج أنه يتنوم في العناية المركزة. إذا أخذنا الـ5% من الناس وتخيلنا أنه انتشر بهذه السرعة الكبيرة ووصلت الـ5% هذه في مجتمع لنفترض فيه يعني 100,000، بقي عندنا عدد يعتبر كبير، وصلنا إلى مثلاً 500 شخص احتاجوا إلى عناية مركزة في وقت واحد، النظام الصحي قد لا يستطيع التعامل معه فينهار النظام الصحي ويبدأ عندهم صعوبة في التعامل معه مثل ما حدث في بعض الدول. دكتور، هذا يحدث في كل مكان يعني أي بدون تدخل صحي؟ لا، احنا نقول انه لما يصاب تنتشر العدوى في مجتمع ما، وخمسة بالمئة ممن سيصابون بالعدوى سيحتاجون التنويم في المستشفى والدخول في العناية المركزة. هؤلاء الخمسة هؤلاء هو طبعا 20% سيحتاجون الدخول في المستشفى، لكن 15 ينوم في المستشفى بس بدون الحاجة إلى التنويم في العناية المركزة. المشكلة في 5% الذين سيدخلون عناية مركزة، لأنه عدد أسرة العناية المركزة عادة تصير محدودة يعني. فالـ5% هؤلاء قد يكون عدد أحيانا يفوق قدرة مدينة معينة على التعامل معهم، فتصل مثلا إلى حالات، تصل عندك 100,000 حالة أو 1500 حالة تحتاج أنها تتنوم على سرير عناية مركزة، والمريض حينما يدخل في سرير العناية المركزة يجلس فترة طويلة، يصل أحياناً إلى 2-3 أسابيع وهو مشغل لهذا السرير. فلك أن تتخيل أنه مستمر الفيروس ينتشر في المجتمع، فتأتي حالات أكثر للمستشفيات ويحتاج التعامل معها وإدخالها، فلا تجد قدرة على استيعابهم، فيحصل ما يسمى بانهيار النظام الصحي. وهذه اللي كانت يخشى منها في هذا الفيروس الحقيقة، لأنه رغم أن عدد الوفيات فيه ليست عالية، لكن الانتشار السريع يجعله الحقيقة مقلق لأي نظام صحي. بالتأكيد دكتور. دكتور، لو توضح لنا أين موقع المملكة من منحنى العالمي، وهل يتأثر بمنحنى العالمي أم لا؟ كمان نعم. جميل. طبعا المملكة الحمد لله كانت أول حالة سجلت، كما هو ما يذكر بعضكم أنه في يعني 2 مارس لمريض واحد كان عائد من دولة من إيران، دولة فيها حالات. كانت هذه أول حالة،
والحقيقة اتخذت المملكة خطوات سريعة جدا في التدخل للحد من تسارع الانتشار. فخلال تقريبا 3 أيام وقفت العمرة، وهذا كان قرار الحقيقة جيد جدا، أنه منع حصول مزيد من الحالات التي تأتي، وأيضا حماية من سيأتون للمملكة. وتسارعت الإجراءات للمنطقة التي انتشر فيها، إيقاف وجود حجر عليها في المنطقة الشرقية. ثم بعد ذلك تسارعت إجراءات المملكة بما فيها كما تعرفون إيقاف العمل الحكومي، إيقاف الدراسة في المدارس، كذلك إيقاف الصلوات في المساجد. هذه الإجراءات بما فيها أيضا إيقاف النقل الداخلي، إيقاف الانترناشنال الرحلات الدولية. هذه الحقيقة كانت إجراءات متسارعة ساهمت بشكل جيد في جعل التسارع الحالات وزيادتها يسير بانتظام وفي وفق يعني منحنى ليس الحقيقة متسارع جدا. نعم. الحمد لله. دكتور لو توضح لنا في هذه الصورة أين تأثيرات هذه العمليات أو الإجراءات على منحنى المملكة في الإحصائيات؟ جيد. مثل ما ذكرنا أنه وجود هالإجراءات هذه يساهم في تقليل انتشار العدوى. فمثلا نحن نعرف أنه المدارس مثلا الأطفال الصغار حينما يحتكون بعض أو غيرهم سيكون عامل كبير جدا لنقل العدوى، لأنه عدد كبير من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض لكن يكون قادر على نشر العدوى. وهنا سيكون هؤلاء الأطفال يحضرون العدوى لبيوتهم كلها، فتنتشر العدوى في المجتمع بشكل كبير. التواصل المجتمعي في التجمعات سواء في الأسواق أو في المساجد لا شك سيجعل الاحتكاك عبر المصافحة مثلا، عبر تلامس البيئة والأسطح التي تلوثت، يزيد من قضية العدوى فتنتشر بشكل كبير. وجود الإجراءات التي اتخذت حاليا قطعا هي ساهمت في تقليل انتشار العدوى وجعلها محصورة ضمن نطاق ضيق. ولهذا الذي يتم الآن من إجراءات كان يتم إلى وقت قريب فقط هو يعني المصابين الذين يأتون سواء من دول موبوءة أو من الخارج يعزلون ويتم متابعتهم، أو الحالات التي أصيبت يستقصى كل المخالطين لهم ويتخذ الإجراء بحجرهم صحيا أو إدخالهم مستشفيات إذا كانت ثبت عندهم الإصابة. كان هذا تقريبا هو الإجراء المتخذ خلال الفترة الأولى، وهذه كانت مرحلة ما يسمى الكونتينمنت أو احتواء الانتشار. نعم دكتور واضح. يعني الآن يعني السعودية سجلت ما يقارب أكثر من 20,000 حالة كما تعلم. هل يمكن يعني تمثيل الفارق في هذه الإجراءات على الشكل الموضح؟ وإنه من الصعب على يعني يجب أن يكون هناك على المدى البعيد حتى يتم تحديد هذه النقطة أو الأثر. أي نعم. طبعاً دائماً في حالات الأوبئة يعمل نماذج يعني إحصائية وبائية لما هو المتوقع للانتشار، وبناء على معطيات كثيرة يعني ويعني معادلات، وأصبحت الآن أصلاً يعني مؤتمتة عبر سوفتوير يستطيع يعني تضع المعطيات ويعطيك التوقعات. مثل ربما إذا تذكرون وزير الصحة أعلن أنه يعني هناك عملت الوزارة عدة دراسات، ذكر هو 4 دراسات، بعضها يقول سنصل إلى أقلها يقول 20,000 حالة، وبعضها يقول قد نصل إلى 200,000 حالة خلال هذا الوباء. وهذا ليس مستغربا ولا إشكال فيه في وجهة نظري أنا، لأنه يهمنا أن تكون الانتشار بطيء بحيث يستوعبه القطاع الصحي والنظام الصحي يستطيع التعامل معه ويعالج الحالات التي تصاب، دون أن يحصل لا سمح الله عدم قدرة على رعاية تقديم الرعاية لهؤلاء المرضى.
وفي الحالات في النهاية تبدأ حالات المناعة تزيد عند الناس ويقل susceptible people وبالتالي يقل احتمالية انتشار العدوى. نعم واضح دكتور. فقط يعني لو تكرمتم هل توضح لنا الفرق الشاسع بين هذه الخطوط يعني الدقيقتين لو سمحت؟ عفوا ترى ما الصوت انقطع فلو تعيد السؤال إذا أمكن. لو تكرمتم وشرحت لنا الفرق الشاسع بين الفروق بين هذه الخطوط بين الدول على سبيل المثال جميل الولايات المتحدة، الصين، الكويت، يعني لو جميل جميل في اختصار. جيد جيد. الحقيقة هو هذا يعني نقطة مهمة ذي، إنه كيف نستطيع نحن نقرأ الأرقام التي تبديها الدول المختلفة وتعملها. لا بد من نتذكر إنه أرقام الإصابات ستعتمد قطعاً في مثل حالة هذا الوباء على كم تعمل الدولة من فحوصات، يعني ما هي سياستها لإجراء الفحوصات حتى تتضح الصورة. الآن في أي وباء هناك ما نسميه بالحالات المؤكدة وهي الحالات التي يعمل لها فحص وللفحص المعين لإثبات الإصابة بها وتقيد، وهناك ما يسمى بالحالات السسبكتد أو المحتملة. في بعض الوباءات يكفي أن نقول عندنا مثلا حالة لها تعريف للحالة أو case definition، نقول إذا جاء مريض لنفترض مرض من الأمراض اللي يعطي طفح في الجلد مثلاً وحرارة، نقدر نقول إنه أن إذا حنا جتنا عدد من الحالات هذه ونسبة منهم سوينا لهم الفحوصات المخبرية وأثبتناها، نقدر نقول إنه الآن أي واحد يأتي بالصورة الكلينيكية اللي زي هذه عنده طفح وعنده حرارة وعنده الأعراض هذه وهو قد احتك بمريض آخر سابق حتى لو ما سوينا له الفحوصات نستطيع أن حنا نصنف على أنه حالة. في مثل هذا الفيروس مثل ما ذكرنا غالبية الحالات هي إما لا يظهر عليها أي أعراض أو تظهر أعراض خفيفة جدا، يعني رشح في الحلق، يعني ألم في الحلق، كحة بسيطة، هذه تتشابه مع أمراض فيروسية كثيرة، وبالتالي يصعب أنك تقول أنه سأصنف الحالات هذه على أنها مصابة، لابد تسوي لها فحص حتى تتأكد. فسياسة الدول وهذه تبنى على قدرتها على عمل الفحوصات ستحدد كم من الحالات هي تكتشف أو لا تكتشف. فلا يعني لما تجي دولة وتعطي عدد كبير يعني سببته ربما لأنها تتوسع في زيادة الحالات، يعني هي لا تقتصر على أنها تفحص الناس اللي عندهم أعراض بل تفحص الناس اللي عندهم أعراض وتفحص الناس المخالطين لهم كلهم، تستقصي جميع من خالطهم سواء في البيت أو في العمل أو في المسجد أو في غيره، وبالتالي ستزيد الحالات التي تشخص حتى وإن كانت أعراضها خفيفة. كما هنا نشاهد في الولايات المتحدة هل هذا ينطبق عليها؟ الولايات المتحدة تعتمد على حسب طبعا بعض الولايات، وفي مرحلة المراحل ما كانوا طبعا يقومون بالفحوصات لكل أحد، كانت عدد الفحوصات محدودة والدول الحقيقة اختلفت في إعطائها الفحوصات. من أفضل الدول، خليني مو أقول أفضل، لكن من الدول التي عملت فحوصات كثيرة، وبالمناسبة أفضل طريقة لتقييم ذي أن تقول كم عدد الفحوصات التي تعمل لكل مليون إنسان من البوبيليشن من سكان الدولة. إذا عرفنا هذا المعامل قدرنا نقول هل هي تعمل عدد كافي ولا لا. فبعض الدول مثل دولة اسمها أيسلندا عدد السكان حقينهم قليل 400,000 أو أقل من 400,000 بقليل. هذه الدولة قررت أنها تسوي فحوصات لنسبة كبيرة من البوبيليشن لأن عددها قليل، فصارت تسوي ليس فقط اللي عندهم أعراض ولا اللي يأتوا من الخارج بل سوت فحوصات لكل أحد، أحد ناديهم من البيوت وقال تعالوا ما عندهم أعراض بدون أي أعراض تسوي لهم الفحص، فعدد الحالات التي فحصتها نسبة كبيرة من السكان. بعض الدول أيضاً عملت فحوصات كبيرة، خذ مثلاً دولة أستراليا كمثال. دولة أستراليا أظن الآن يعني وصلت إلى ما يزيد عن 560,000 فحص عمل،
دول أخرى ربما وصلت يعني نصف هذا العدد، ودول أخرى أقل من ذلك. فالأفضل دائما أن الواحد ينسب عدد الفحوصات اللي عملتها الدولة إلى عدد السكان حتى تشوف هل تسوي أقل ولا أكثر. فالدول التي تعمل فحوصات أكثر طبيعي أن تكون عدد الحالات عندها ستكون أكثر، لأن اكتشفت عدد حالات أكثر. لكن لا بد أن تربطها بنسبة السكان. نعم نعم الفكرة اتضحت، يعطيكم العافية. يعني لأن الوقت يسعفنا فحبذا لو ننتقل إلى الهيرد اميونيتي أو مناعة المجتمع، وكما يسميها البعض مناعة الجموع. يعني ما هي فعاليتها، وهل هي يعني مؤكدة، أو ما أعمال الدول التي سحبت أو فكرت في عدم يعني عملها مثل بريطانيا؟ ما رأيكم؟ جميل جميل. خلينا إذن في البداية نشرح وش المقصود بحماية المجموعة أو الجموع، أو هي herd immunity مصطلح لها، والبعض للأسف يعني يستخدم مصطلح ربما لو مر عليكم اللي هو القطيع. طبعا القطيع في له إيحاءات في اللغة العربية مين مناسبة، فلا نحبذ استخدام هذا المصطلح. هي الفكرة فيها تقول إنه إذا وصل مناعة عدد في مجتمع ما، الناس الذين لديهم مناعة ضد ميكروب معين إلى نسبة معينة، هذه النسبة لنفترض 70% منها أو 80%، يبقى النسبة الباقية 20% أو 30% الذين لم يحصلوا على مناعة أيا كان، سواء بتطعيم أو بإصابة بالمرض، هؤلاء لا تصيبهم المرض أو لا تنتقل لهم العدوى، لأن الذين لديهم مناعة هؤلاء يعتبرون كمصدات. يعني الشخص اللي لديه لا زال لديه الجرثومة، من يحتك بهم غالبهم سيكونون من الناس الذين لديهم مناعة، فتقل الفرص التقاء شخص لديه الفيروس أو الجرثومة بشخص ليس لديه مناعة، وبالتالي يقل الانتشار، وهذا ما يسمى بمناعة الجموع. وتستخدم هذه بوضوح أكثر في ما يتعلق بالتطعيمات. يقولون حتى لو طعمت مثلاً 90% من المجتمع، 10% هذه ستكون لها حماية، لأنه لو جاء إنسان يحمل الميكروب هذا إلى هذا المجتمع غالباً لن يصل إلى 10% الذين لم يطعموا. فبعض الدول وبريطانيا كانت تتبنى هذا الرؤية في البداية، يعني كانت تقول خلوا الفيروس هذا ينتشر، وبالتالي الناس الذين يصابون به سيكتسبون مناعة، يصل عندنا نسبة معينة منهم خلاص أصيبوا بمناعة، وما يسمى بالتشبع في مثل الحالات هذه، يقل عدد من لديهم القابلية لاكتساب المرض، وبالتالي ينتهي هذا الوباء ولا عاد يصير عندنا انتشار. الإشكالية في هذا الوباء أمرين: الأمر الأول الانتشار السريع، والأمر الثاني أن الفئات التي ذات خطورة ستأتي إليها المرض من قبل الآخرين الذين أصيبوا ولا نعلم عنهم، وبالتالي هؤلاء الذين أصيبوا ونحن لا نعلم عنهم لكنهم قادرين على نقل العدوى للذين لديهم خطورة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ستكون عبء كبير على القطاع الصحي. فبالتالي ثبت أنه هذه السياسة ليست مناسبة لهذا الفيروس أن يتم، لكنها كمصطلح مهم جدا، وهي فعالة جدا في حالات بعض الجراثيم والتطعيمات. نعم دكتور، اطلعت الفكرة، يعطيكم العافية. الآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة من الجمهور. هناك بعض أسئلة وردتنا. السؤال الأول يقول: ما هو دور اللقاح BCG في الانتشار؟ جميل. الحقيقة اللقاح BCG أو ضد السل، كان بعض الدول قالت احتمال يكون له أثر، وطلعت بعض الدراسات البسيطة أنه ربما بعض المجتمعات التي تستخدم هذا اللقاح بشكل روتيني سيكون الانتشار عندها أقل،
ولكن لا زالت هذه لم تثبت إثبات علمي واضح، ربما يكون له أثر، لكن ليس هناك إثبات علمي. أنا أعرف أن بعض الدول تجري حاليا دراسة بحيث أنها تعطي هذا اللقاح لبعض المجتمعات التي لديها وتقارن مقدار الإصابة مقارنة بالآخرين الذين لن يحصلوا على هذا اللقاح، وقد يتبين لنا فعلا أن له دور في تقليل الإصابة وليس منعها. وإلا والدليل عليه أنه في المجتمع لدينا نحن هو يعطى روتيني ومع ذلك انتشر، وفي دول أخرى تعطي أيضا البي سي جي بشكل روتيني ومع ذلك انتشر عندهم. دكتور، هناك سؤال آخر من أحد الحاضرين، يقول هو بالحقيقة سؤال يعيدنا إلى موضوع المنحنى، يقول هل نحن في مرحلة تسطيح المنحنى؟ إلى الآن بالنسبة للمملكة تسير نحو منحنى أعتقد أنه ليس متسارع. المنحنى إلى الآن أعتقد أنه يسير بطريقة مقبولة جدا، وبالتالي يعني إذا نظرنا للقمة يعني عدد الحالات المتوقع أنها تحدث كعدد إصابات حسب التقديرات، بعض التقديرات الموجودة أنه ربما إذا وصلنا إلى 30 أو 40 أو 50 حالة تكون هذه هي القمة، ثم بعد ذلك يبدأ يعني عدد الحالات في الثبات ثم التناقص. وكونه أخذت هذا الوقت الطويل حتى نصل إلى القمة وستكون القمة ليست مرتفعة بشكل كبير، هذا يعتبر مؤشر جيد الحقيقة. لكن هذا المؤشر على النظام الصحي، لكن يبقى أنه خطورته على الأفراد الانديفيديولز لا زال قائم. هنا سؤال لطيف من أحد الحضور، يقول لماذا تخرج أغلب الحالات من الصين؟ هذا فعلا يعني ملاحظة جديرة، لأنه فعلا سبحان الله حتى الجوائح السابقة بالمناسبة أكثر الجوائح كانت التي في التاريخ مرت في التاريخ تأتي من الشرق، الكوليرا تأتي أكثر من الهند، بعض الجوائح الأخرى تكون في دول الشرق، ربما واحدة منها بعض العادات التي موجودة. لا شك في الكورونا بالذات سواء سارز الأول أو الثاني والثالث ربما لها يعني ربما لها علاقة بعادات الأكل وعادات الاحتكاك بالحيوانات. هناك سؤال أيضا يقول عن تخفيف الحجر وفتح الأنشطة. أنت تعلم كما حاليا الحجر الكامل في بعض المناطق يخفف إلى حجر جزئي ليس كما كان قبل، فما تأثير هذا على الانتشار؟ المتوقع طبعا أنه دائما تأخذ يعني مؤشرات معينة لدى متخذ القرار، منها مسألة عدد مرات تضاعف الحالات لتقييم فعلا التضاعف الذي يحصل، وبناء على المؤشرات التي لديه قد يرى أنه من المصلحة تقليل الحجر لأجل أنه أولا يعني تساعد على التزام الناس أكثر مستقبلا، شيء ثاني أنه يحصل ما نسميه بالازدياد التدريجي للحالات التي قد تكون تكتسب المناعة تدريجيا دون أن تكون مؤثرة. ولهذا التوصية الآن كما أشير رغم أنه كل الحجر المنزلي على بعض المناطق التي كانت الحجر 24 ساعة وأعطي فسحة فيه، لازالت التوصيات أنه إذا لم تكن لديك حاجة فينبغي أن لا تخرج من المنزل. لازال المنع قائم في قضية التجمعات الكبيرة، فهي يعني هي شيء جزئي يساعد على يعني استيعاب الناس وقدرتهم على تحمل الحجر الكامل، وفي ذات الوقت لا يرهق القطاع الصحي بشكل كبير والنظام الصحي. يعطيكم العافية. الآن انتهت فقرة الأسئلة من الجمهور. دكتور، ما رأيكم؟ هل حبيبين تعطونا سؤالكم للجمهور الآن؟ تفضلون الأخير ثلاث أسئلة. كل واحد كما تحبون، إذا يعني ترغب يعني نعطي سؤال الآن ممكن نعطي سؤال. تفضلنا.
كما ترون إذا اللي ترونه. طيب أنا بودي مثلا الزملاء في بعدين يعني مما تحدثنا عنه قبل قليل. نعم. لو قارنت بين الحصبة كمرض من الأمراض التي تسبب انتشار للوباء وكانت سابقا يعني تنتشر بشكل كبير ولا زالت في بعض الدول التي يعني لا تأخذ التطعيم بشكل كامل وانتشرت في بعض الدول التي انقطعت عنها فترة طويلة في يعني أوروبا وفي أمريكا وخصوصا بعد ما أوقفت التطعيم. أنا سؤالي أيهما ترون أشد انتشارا، هل هو فيروس كورونا هذا الجديد أم الحصبة؟ الأخوة الحاضرين أرجاء رفع الأيادي وسيتم اختيار شخص وفتح المايك لإجابته. أجاب بالرفع اليد وسيتم رفع الكتم عن الميكروفون. دكتور لو تكرمتم تعيدون السؤال للبعض لم يتضح له. يعني السؤال هو أيهما أشد عدوى؟ لو قارنت معامل العدوى بين فيروس كورونا الجديد هذا سارس 2 كوفي 2 أو الحصبة الميزل، أيهما أكثر ضراوة عدوى للآخرين؟ يعني معامل العدوى اللي ذكرناه اللي الشخص الواحد قدرته على أن ينشر المرض لعدد كم من الناس، فأيهما أشد هذا أو ذاك؟ نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أتوقع أنه الميسلز هو أكثر عداوة، يعني انتقال أكثر. وش السبب؟ ليش تتوقع ذلك؟ أتذكر أنه كان RNA لأنه، بس مو متأكد من هالمعلومة صراحة. نعم، كلاهما أصلاً كلا ذي الفيروسين من الفصيلة. هو على كل جواب صحيح، هو الميزلز معامل العدوى فيه يقرب تقريبا 16 إلى 18، ما آخر الشخص الواحد المصاب بالحصبة يمكن أن ينقل العدوى إلى 16 شخص إذا كان في مجتمع ليس لديه مناعة، فانتشاره ممكن أن يكون كبير. هذا يمكن ذكرت لكم هنا أنه يتراوح، بعض التقديرات تقول 2.5 أو 3، خلينا نقول 3، وبعضها توصل إلى 5.5 أو 6. فهو بلا شك الحصبة أكثر قدرة على الانتشار، وهنا تكمن أهمية التأكيد على ضرورة التطعيم لقضية الحصبة. والمجتمعات التي نقص فيها التطعيم لأسباب مختلفة من ضمنها الهجمات اللي تحصل ضد اللقاحات من قبل بعض الجماعات المناهضة للتطعيمات دخلت عليها نوبات حصبة وأصبحت حتى رغم يعني تقدمهم الطبي وكذا بؤر لانتشار الحصبة ضمن بعض المجتمعات. طيب نحتاج سؤال ثاني ولا تبغون توصلون؟ كما تريدون دكتور، لكن نفضل أن نقسم الأسئلة بين الجلسة حتى يعني تفاعل مع الجمهور. واصل إذن. جيد، يعطيكم العافية. أخ محمد حمد لو تواصل مع إدارة نادي دعم حتى تسلم الجائزة لاحقا. نعم دكتور، الآن يعني هناك كثير تساؤلات وناس قلقة حول التطعيم واللقاح والفيروس، وما هي اللقاحات التي يعمل عليها حاليا، وكم نحتاج من الوقت حتى نقول لا داعي للقلق بعد اليوم من هذا الفيروس؟ الحقيقة النشاط كبير جداً وقوي بين الشركات المختلفة لإنتاج لقاح، لأنه يعرفون أنه هذا اللقاح سيكون مطلوب من قبل الجميع. وقد تستغربون لو قلت لكم أنه العدد يتجاوز من يعملون على هذه أكثر من 30 جهة تعمل بمنهجيات وآليات مختلفة.
لكن خلوني بس حتى يكون مفيد الموضوع، وش طبيعة التطعيمات المختلفة التي يمكن أن يعمل عليها؟ إحدى طبعاً الآلية المعروفة لاستخدام لقاح أنه أن يكون نفس الفيروس نعالج كيميائياً بحيث أنه خلاص يصير غير قاد ميت، يعني صح التسمية، وبالتالي نحقن نفس الفيروس هذا في عند الناس، فتتعرف عليه الخلايا المناعية تنتج المستجدات أو المصل اللي داخل الجسم فيسبب الحماية، ويكون هذا الفيروس غير قادر على أنه يصل إلى الخلايا التي يؤذيها. هذه استراتيجية واحدة، وفي جهات شركات شغالة على هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الثانية أن نستخدم الفيروس نفسه لكن ما نقضي عليه قضاء تاما، ما نعالج كيميائيا حتى نكون قضينا عليه ويسمى killed vaccine، وإنما مضاعف attenuated vaccine، وهذا أن الفيروس يمرر عبر عدة مرات في المختبر بحيث أنه ينمو ويصير فيه إضعاف له حتى يصبح ضعيف، نحقنه في الجسم فيتكاثر بطريقة خفيفة، يتمكن الجهاز المناعي أنه ينشط قبل أن يصل إلى درجة كبيرة من الانتشار، ولا يصل إلى تسبيب مرض لدى الشخص لكنه يسبب مناعة. الميزة بين الثنتين هذه الحالتين، الفرق بينهما أنه الكلد عادة تحتاج إلى أكثر من جرعة لأنه لا يتكاثر في الجسم، فلا بد تعطي أكثر من جرعة حتى تصل إلى ناحية مناعية كافية. الأخرى الثانية فعاليتها أكثر بالفيروس الحي المضاعف، لكن يبدأ القلق من أنه ماذا لو تغلب على الجهاز المناعي وسبب مرض، هذا وارد ويحصل في بعض الحالات. هذه واحدة من الاستراتيجيات التي استخدام الفيروس، إما الكلد أو الاتينويتد والمضاعف. الاستراتيجية الثانية أنه نقول لا، حنا ما نحتاج الفيروس كله، حنا نستخلص منه الغلاف حقه الذي يتعرف عليه الجهاز المناعي، وبالتالي هو ما نضعه، وهذا يمكن إنتاجه عبر الجينيتك إنجينيرينج، وبالتالي ننتج هذا الفيروس ونحقنه، فالجهاز المناعي يتعرف عليه وتنتج المستجدات للأماكن التي في الغلاف حق الفيروس التي يدخل فيها إلى الخلايا نفسها، وهذه استراتيجية أخرى ثانية. الاستراتيجية الثالثة أن نستخلص الحمض نفسه ويعالج بحيث لا يعني يتمكن يكون له ضراوة، ويصير عندنا فيروس مشابه للفيروس الأساسي لكنه يعني لا يسبب الحالة المرضية ويستحث الجهاز المناعي. هذه استراتيجيات مختلفة لإنتاج الفيروس والتطعيم، ومثل ما ذكرت لكم عند الجهات شغارة عليه. آخر ما يعني نقل أن يعني هناك جهتين في الصين ذكرت أن لديها تطعيم اجتاز المرحلتين الأوليين وستبدأ في المرحلة الثالثة، وهذا يجرني لبس أعطي لمحة. أي تطعيم ما هي المراحل اللي يمر فيها لكي ينتج؟ أول خطوة تأتي أنه يتم حقن هذا للحيوانات الأنيمال مودلز، لكي بس نعرف هل هذا التطعيم الذي استخدمناه أيا كانت الاستراتيجية التي استخدمناها هل هو يستحث الجهاز المناعي لينتج مستجدات ولا لا؟ هذا الخطوة الأولى. فإذا وجدنا أن يستحث الجهاز المناعي ويسبب مستجدات، وجدنا أنه هالمستجدات هذه فعلا تكون تسبب حماية من العدوى لبقية الأنيمالز الأخرى الثانية، أخذنا هذا الآن وبدأنا في الخطوة الثانية الفيس 1 اللي هي نأتي للمتطوعين من البني آدم ونعطيه عدد محدود، نعطيه التطعيم والهدف منه التأكد من أنه سيف أو آمن، لا يسبب لهم أضرار أكثر، ونقيس استجابة جهازهم المناعي ونشوف نتابع حالتهم، وهذه تأخذ لها عادة أحيانا أشهر. ثم ننتقل للخطوة الثالثة وهي قياس فعالية هذا اللقاح أيضا عند عدد محدد من الناس. الدورة الطبيعية لأي تطعيم
عادة تأخذ لها 4-5 سنوات وأحيانا أكثر حتى تستطيع أنك يخرج هذا التطعيم إلى السوق ويطرح كتطعيم متاح. حاولت المنظمات المختلفة، منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وغيرها، أنه لسبب هذه الجائحة لابد أن نقلل خطوات الترخيص للتطعيم بحيث نقفز بعض المراحل أو نختصرها بشكل أكثر بحيث يطلع عندنا التطعيم بشكل أكثر. المتوقع أنه لن يكون هناك لقاح موجود في السوق لإعطاء الناس كلهم، احنا ما نتكلم عن اللي ستجرى عليهم دراسات حاليا، لا يعطى الناس كلهم قبل ربما سنة من الآن، ربما سنة أو قريبا منها. نعم دكتور، هذا في حال تكلم عن اللقاح أو التطعيم. بالنسبة للأدوية الحالية التي تستخدم الآن في العلاج كثيرة، يعني ما بين مضادات فيروسات وعلاجات مناعية مضادات حيوية، يعني بناء على أي شيء يتم اختيار هذه الأدوية؟ هل ثبت حتى الآن أي منها كعلاج أم كلها مازالت تحت التجارب لا أكثر؟ وأين وصلت الأبحاث في ذلك؟ إذا أخذنا على سبيل المثال، يعني كما انتشر في الآونة الأخيرة العلاج ضد الملاريا الكلوروكوين والهيدروكسكلوروكوين. نعم نعم جيد. هو الحقيقة أيضا في عدد يعني كبير جدا من الأدوية التي جربت ومستمر يجرب بعضها، لأنه حينما يأتي يعني مرض معين ليس هناك في علاج مسبق ثابت من قبل، فطبيعي من الناس أن يبدأون في يعني توقع ما هو العلاج الذي ممكن يكون له أثر ويستخدم. دكتور، ذكرتم أن هناك الكثير من العلاجات، لدي يعني أمامي قائمة لو يعني تكرمتم وذكرتم أهمها. هناك الكلوروكوين والهيدروكسكلوروكوين، هناك الكورتيكوستيرويد، انتروكين 6 انهيبيتور، أزيثروميسين، إيفيرمكتين، ريمديسيفير، لوبينيفير اند ريتونوفير، وايضا البلازما او ما يسمى بالكونفاليسنت بلازما. طيب خلونا بس يعني نرجع الى الوراء قليلا دون الدخول في تفاصيل الادويه هذه كلها، الى وش استراتيجيه اي علاج اذا اردنا علاج. اما الاستراتيجيه الاولى ان نتقصد الجرثومه نفسها، في الحاله هذه الفيروس، فنستخدم دواء يوقف تكاثر هذا الفيروس او يقضي عليه. وهذه الاستراتيجيه المستخدمه في استخدام مثلا في الانواع البكتيريه، احنا نستخدم مضاد حيوي ليقتل البكتيريا ويقضي عليها. في حاله هذا الفيروس توجه اول شيء له انه عندنا مضادات فيروسات تستخدم لفيروسات الانفلونزا، وبعضها يستخدم لفيروس الـ HIV، وبعضها يستخدم للسارس والميرس. فبالتالي الشيء الطبيعي جدا احنا نبدأ باستخدام هذه المضادات الفيروس واستخدمت، وأبرز واحد منهم حاليا مستخدم هو ريمسفير. هذا هو أبرز واحد حاليا من البقية، وإن كان في غيره لازال تجري عليها أبحاث. الإشكالية اللي بس أردت أن أقولها، طبعا هذه واحدة من الاستراتيجيات، استراتيجيات أخرى ثانية سأتي إليها، لكن دعوني أكمل بس قضية هذا. الإشكالية أنه في هذا الظرف أصبح هناك تنازل كبير في معايير الحكم على دواء بأنه فعال أو غير فعال. يعني الصرامة العلمية التي تستخدم عادة في تقييم أي دواء من حيث أنه نتأكد أن الدراسة التي عملت دراسة منضبطة، عددها كافي، قوتها كافية، خالية من الإشكالات، بدأ فيه للأسف تنازل لتسابق الناس لنشر أي شيء يعطي حتى ولو بادرة أمل. فأصبحت حتى المجلات العلمية أصبحت تنشر بعض الدراسات التي تصل إليها قبل أحيانا قبل تحكيمها، وبعضها أحيانا مجرد أن قدمت لها نشرتها. وطبعا يتفهم الواحد الغرض، لأنه يقولون قاعد الآن عندنا وباء قاعد ينتشر كذا، لابد أن أي شيء بارقة أمل نسويه. الإشكالية في هذه أنه ستأتيك دائما أشياء متناقضة، يطلع شيء يستبشر الناس فيه لكن الحقيقة لما تدرس دراسة حقيقية يتبين عدمه. ومن ضمن ذلك مثلا الكلوروكوين والهيدروكسكلوروكوين،
طلعت الدراسة اللي من فرنسا، وكانت دراسة عليها عديد من الملاحظات، لكن اكتسبت زخم إعلامي وبدأت بعض الجهات تستخدمها، لكن درست يعني في جهات أخرى ثانية، وتبين إشكالات، تبين أنه الفائدة ليست كما يعني ذكرت في الدراسة تلك التي لم تكن يعني منضبطة بشكل كافي. أيضا الأثر الجانبي لها كان آثار جانبية كبيرة، ولذا بعض الدراسات التي بدأت أوقفت حتى لم تستكمل لعدم قناعتهم فيها والخوف من الأثر على الذين تلقوا العلاج. وبعض الدراسات أصبحت لا توصي فيها إلا بضابط أن تكون ضمن دراسة، يعني controlled study، وليست كستاندرد تريتمنت. بعض الدواء هذا مثلا الذي ذكرت لكم المضاد الفيروسي الذي ربما يعني هناك أمل، طلعت دراستين، أبرز دراستين طلعت، واحدة من الصين، العدد كان يفترض أنهم بلانينج أو خططوا لأن يكون عندهم 450 مريض، ما وصلوا إلى هذا العدد، وصلوا إلى 230، وبعدين لأجل تناقص الحالات ما كملوا فيها. ومن خلال تحليلهم للنتائج كان الاستنتاج أنه لم يكن لديه فائدة تذكر بشكل كافي، يعني طبعا قد يكون عدد الحالات التي قدمت لم تكن كافية. خرجت دراسة أخرى من أمريكا، بس أكمل هذه، خرجت دراسة أخرى من أمريكا وقالت لا، إن له فائدة ويقصر عدد الأيام التي يقضيها الشخص على الفنتيليتر، عدد الأيام الشفاء، نسبة الشفاء أو تقليل الحالة ذي الوفاة، فأظن سيرخص له ليكون يعني على الأقل علاج يستخدم خارج الدراسات ذي، وإن كنا لازلنا بحاجة إلى دراسات أكبر. هذه نوعية من الأدوية. الأدوية الثانية التي أشرتم إليها تستهدف استراتيجيات ثانية، وهي فهمنا للباثوجينيسيس، كيف يعمل الفيروس. فأحياناً يكون المرض نفسه ليس من تأثير الفيروس المباشر، وإنما من ردة فعل الجسم للمرض للجرثومة. وهنا تأتي قضية، لأنه إحدى الأشياء التي عرفت أنه هناك الجهاز المناعي ينتج مركبات من ضمنها الانترلوكين 6 وغيره، وهذه تسبب هي بنفسها الدمج اللي يحصل أو تكون له أثر فيه. فبالتالي جت فكرة استخدام الأدوية التي يعني تقلل من هذا الأثر وتساعد على شفاء المريض. البلازما أيضا، الذين يتعافون من الجائحة يمكن أن يستخلص الدم، البلازما تمرر ويستخلص المستجدات التي فيها وتحقن للمريض، وهي تكون محتوية على أمصال أو مناعة، يعني مستجدات نقول neutralizing antibodies اللي هي محيدة، تحيد الفيروس وتقضي عليه. هذه تقريبا الاستراتيجيات. لا زالت بعض المبشرات. نعم، حقيقة وردنا ما يقارب 10 أسئلة من الجمهور عن العلاج ببلازما النقاهة أو المناعة السلبية إن صح التعبير. يعني هناك أمل كثير أو أمل كبير من الناس متعلقين أو لديهم أمل بهذا العلاج. دكتور، هل هو واعد يعني، وما هي الأمور التي تحد استخدامه؟ وهل هو طور التجربة حالياً؟ أي نعم، نعم، هذا الاستراتيجية حقته مثل ما ذكرنا، أنه حينما يصاب إنسان ويتعافى عادة يكون جهازه المناعي أنتج مستجدات. هذه المستجدات قادرة على أنها تحيد الفيروس، تسمى neutralizing antibodies. هذا يعني العلاج مستخدم في السابق في أمراض أخرى ثانية، ومن ضمنها سارز الأول، واستخدم من قبل، وبالتالي كان له فعالية هناك، استخدم في حالات محددة، وطلعت عدة دراسات لحالات محدودة يعني ليست كبيرة، ووجد أن له أثر. فهو لازال يعني واعد أن يكون ذا بال، لكن لا يمكن القطع لأنه لم تأتي الدراسات الكبيرة بالدرجة المقنعة. وعلى أي حال، هو
من حيث إذا استخدم بالطريقة الصحيحة الأثر الجانبي حقته ليست عالية، يمكن تكون عند بعض المرضى بعض الحساسية أحيانا هناك احتمالية يعني آثار جانبية أخرى، لكن في العموم قد يكون مفيد فعلا وواعد كأحدى الاستراتيجيات للعلاج سواء لوحده أو بالإضافة إلى مضادات الفيروسات أو غيرها. دكتور، في الآونة السابقة ذكر الكثير كلام عن الأطفال وأن الفيروس لا يؤثر تأثير مع الأطفال. بحكم اختصاصكم دكتور، ما هو وضع مع الأطفال والرضع والخدج؟ هل هناك حالات وفاة أو هل سجلت حالات جديدة؟ وما السبب في رأيكم؟ جيد. الحقيقة الفيروس هذا لا يصيب الأعمار كلها، وسجلت حالات لأطفال في أقل حالة فيما أعرف في عمر 30 ساعة، وتصيب جميع الأعمار. لكن الملاحظ في هذا الإصابة أن معظم الأطفال، خلنا نقول من هم دون 18 وهم أصحاء ليس لديهم أمراض نقص مناعة أو أمراض مزمنة أو غيرها، معظمهم إذا أصيبوا تكون إصابتهم خفيفة، إما بدون أعراض أو بأعراض خفيفة جدا. لكن لا يعني هذا أنه لا تكون هناك حالات تحتاج للدخول المستشفى وتحتاج أحيانا للتنويم في العناية المركزة، لا ممكن أن تحصل. هل حصلت وفيات؟ حصلت وفيات محدودة جدا جدا، قليلة جدا، ولغالبا يكون الطفل عنده مشكلة أخرى ثانية يعني مرض مزمن آخر. فالشاهد أنه ممكن أن تحصل هذه الحالات عند الأطفال. يأتي السؤال لماذا؟ الحقيقة ليس هناك جواب، لا يعلم إلى الآن ما السبب. لكن هذا الحقيقة ليس مستغرب، يعني نحن نعرف أن هذا السلوك نفسه حصل مع فيروسات أخرى ثانية. أضرب لكم مثال، فيروس مثلا الهيباتيتس أي أو التهاب الكبدي ألف. التهاب الكبدي ألف إذا أصيب به الأطفال في أقل من عمر 4 سنوات ف80% منهم يكون بدون أعراض، لكنهم نعرف هذا لما نحلل الدم حقهم نحصل عندهم مناعة ضده، و20% فقط هم من يكون عندهم التهاب الكبد اللي يخرج بالصفار وكذا. العكس لو أصيب إنسان بالغ 80% من الناس ستخرج عندهم الأعراض الصفار وكذا، و20% فقط قد لا تكون تظهر عندهم الأعراض، وهناك أيضا حالات مشابهة أخرى. فالسلوك هذا أن بعض الفيروسات تكون أقل ضراوة عند الأطفال يحصل في الشيكن بوكس اللي هو الجدري العنقز أو الجدري المائي، وحصل في الهيباتيتس أي، فهذا ليس مستغربا أن يحصل في مثل هذا الفيروس. مثال جميل دكتور، ومقارنة رائعة في الحقيقة. حقيقة الوقت يداهمنا ولدينا كثير من الأسئلة وأسئلة من الجمهور، لكن الآن ننتقل إلى السؤال الثاني للجمهور. سؤالكم للجمهور دكتور. طيب، يمكن أن نقول للزملاء كيف يكون معرفتنا بكيف كيف الفيروس هذا يسبب المرضى عند الإنسان، كيف تساعدنا هذه في استنتاج وش طبيعة العلاج المناسب له؟ أنا ما أدري السؤال واضح ولا لا، لكن دعوني أعيده من جديد باللغة الإنجليزية إذا كان يعني أذنتوا لي بذلك. تفضل. How the pathogenesis, our knowledge of the pathogenesis of the disease help us to design a treatment. نعم، نفس الطريقة حزوق الحضور. نعم، برفع الأيادي. أحمد موسى. نعم. Yes, is my voice audible? نعم، نسمع audible. Okay, I believe because when we know how the drug or the virus enters the cell, how it modifies the cell, we can interrupt the pathway of entrance or effectivity of the virus. So we can block, for example, the receptor that the virus uses, or we can affect the genome of the virus. We have to know, for example, if it's RNA or DNA, etc.
فقط للتوضيح وبعض الحاضرين، يقول أخونا أحمد أنه عندما نعرف كيف يؤثر الفيروس على الخلية كيف يدخل ونفهم هذا بالضبط، يمكننا أن نركب العجلات على المستقبل لهذا الفيروس، أو إذا كان نوعه DNA أو RNA، ونطور هذا العلاج. جميل، صحيح من أحمد. وكذلك أيضا نحن ذكرنا أنه إذا عرفنا المرض تحصل، هل هي من تأثير الفيروس المباشر أم من ردة فعل الجسم، يمكن أيضا أن نضع بعض الأدوية التي تقلل من يعني تفاعل الجسم مع هذا الفيروس، بالتالي قللنا المرض وساهمنا في العلاج. صحيح. نعم نعم، يعطيك العافية أخونا أحمد. الآن ننتقل إلى الفقرة الأسئلة الثانية مباشرة من الجمهور. لدينا هنا بعض الأسئلة. نعم، هناك سؤال يقول ما هو، هل دور الإعلام في الأزمة كبير؟ يعني هل الأزمة نقول أنها إعلامية أكثر من أنها صحية؟ لا شك أن الإعلام ساهم في تضخيم الأثر، هذا واحد، جعل ربما ساهم أيضا في نشر قلق كبير عند الناس، لكنه في ذات الوقت أيضا كان له أثر جيد، أو على الأقل بعضه، في التوعية بما يجب أن يكون. لكن لا يمكن القول أن ما حصل هو ظاهرة إعلامية فقط، لا. نحن رأينا يعني الدول تضررت بشكل كبير، إيطاليا يعني كما تعرفون يعني حصلت فيها إشكالات كبيرة رغم تقدمهم في النظام الصحي، أمريكا بالذات نيويورك يعني حصل عندهم إشكالات كبيرة، فلا يمكن القول أنه لا هذه فقط ظاهرة إعلامية، بالعكس أثر هذا الفيروس كبير الحقيقة على الصحة وعلى جوانب أخرى في المجتمع. نعم، يعطيكم العافية دكتور. أنا باقي الأسئلة ستناقش في الأسئلة القادمة. نعود إلى بعض الأسئلة. الحقيقة قبل يومين أعلن عن توجيهات من وكيل وزارة الصحة بالاستعداد التام للانتقال للمستوى الثالث والمواجهة. دكتور، ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني مؤشر لبدء فقدان السيطرة؟ طيب، أنا طبعاً انقطع يعني صوتك في جزء منه، لكني فهمت المقصود الآن. فهو الحقيقة أول يعني ما تبدأ أي دولة أو لحظة وباء، حينما ينتشر أي وباء في أي دولة أو في أي مجتمع، تبدأ في البداية أنك تستقصد الناس المصابين، الذين مصابين، فتستقصدهم هم، تكتشف منهم وتعزلهم، ثم أيضا يعني تسعى للمخالطين لاكتشاف الحالات التي يمكن أن يكونوا معدين للآخرين، وهذه مرحلة أيضا تساهم في قضية الاحتواء. لكن تأتي أيضا المرحلة الثالثة حينما تقول لا، أنا سأنزل المجتمع وأبدأ أسوي حتى الناس اللي لم يخالط أي حالة سابقة وليس لديه أعراض، أنا أبغى أسوي مسح لاستكشاف هذه الحالات في وقت مبكر. وهذا الذي يعني تم اتباعه، ورأينا كيف بدأت تزايد الحالات خلال الأيام الماضية بشكل كبير، بالذات في الرياض ومكة والمدينة وبعض الأماكن الأخرى، أنه تنزل المجتمع سواء بؤر معينة، تجمعات محددة، وتبدأ تسوي المسح لهم، تحدد من لديه ربما أعراض، يعني تأخذ للعلاج والفحوصات المخالطين له، والناس اللي تأخذ منهم بعض المؤشرات فتجد لديه يعني احتمالية كبرى فتسوي له الفحص، وقد تعمل فحوصات أخرى عامة لعامة الناس. إذا المقصود بالمستوى الثالث يعني هو حاجة مختصين للمسح أو للتأكد من سلامة الناس الذي لم يعني يصابوا حتى الآن، الذين لم يصابوا والذين لم يخالطوا، يعني نعم. أنت تتجه الآن للمجتمع،
لأنه حين يعني دائما حينما يصل انتشار المرض يكون انتشاره عن طريق المجتمع ما يسمى بكوميونيتي سبريد، حتى تسيطر عليه لابد أن تكتشف هؤلاء الناس. وهذا الفيروس بالذات يعني مثل ما ذكرت لكم ميزته أنه عدد كبير ينشر المرض وهو لا يظهر عليه أي أعراض، حتى هو ما يكون أصلاً داري، حتى يحجر نفسه أو يعزل نفسه أو يتفادى أن يزور الناس اللي ممكن يعديهم، هو ما يكون داري لكنه يحمل الفيروس وقاعد ينشره. وهذه إحدى الإشكالات اللي لابد تقول أتقصد المجتمع إذا وصلت إلى مرحلة معينة حتى أتأكد أني كل الناس اللي عندهم أبعدتهم عن نشر الفيروس وبالتالي قطعت سلسلة العدوى. نعم، هذا كما فعلت دولة شمال كوريا كما أظن، وبالتالي أدى إلى يعني تقليل الحالات عندهم. لو سمحت لنا دكتور ننتقل إلى سؤال. الأنباء القائلة بأن انتشار الفيروس يعني سيقل بشكل كبير مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا هل تتوقعون موجة ثانية بداية الشتاء القادم كما حصل في الإنفلونزا الإسبانية بداية القرن الماضي؟ تكلمتم في دقيقة بس إنه الوقت يدهمنا. طيب، فيما يتعلق بقضية هل ممكن إنه ينتشر، يعني هل تقل ضراوة في الصيف؟ احتمال لا زال قائم. هناك بعض المؤشرات التي درست مدى فعالية الفيروس في البيئة حينما ترتفع درجة الحرارة، كم يبقى كم يبقى قادر على أنه يعدي الآخرين. وجد أنه تقل مع ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بغيرها، فنؤمل ذلك لكن ليس مؤكدا، لأنه في حالات أخرى في دول أخرى وهي يعني في درجة حرارة كانت عالية ومع ذلك انتشر عندهم، مثل جنوب الكرة الأرضية في الوقت اللي كان هناك في الشمال شتاء ديسمبر ويناير وكذا، ومع ذلك هم وصلتهم حالات وانتشرت عندهم. ليس مؤكدا لكن متوقع إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل الآن إلى تصويت الجمهور. هناك سؤال سيعرض على الجمهور الآن، نرجو من الجميع التصويت. السؤال يقول: متى تتوقع انتهاء أزمة كورونا؟ نرجو من الأخوان المنظمين إظهار تصويت للمشاركين. هل التصويت جاهز؟ نعم، هناك يبدو أنه مشكلة تقنية. أوكي، سنعود. حسنا دكتور، ذكرت قبل قليل بالنسبة للأدوية الواعدة من ضمنهم المضادات الفيروسات. هناك سؤال يقول يعني: ما رأيكم بكمية الأوراق البحثية التي تصدر هذه الفترة؟ هل هناك نوع من استغلال للأزمة؟ بعض التجارب لشركات الأدوية وادعاءاتها مثل ريمديزيفير، أم هل حقا أثبتت فعاليته؟ أم أن هناك شيء من التسويق التجاري؟ يمكن كل الأشياء التي ذكرت صحيحة. All of the above is true. هو لا شك، لكن قد يلتمس الواحد أحيانا العذر للباحثين والناشرين في نشر نتائج، وأيضا للمجلات العلمية أنها تنشر شيء قبل أن يكون ناضجا وقبل أن يكون كثيرا، لأنه يقولوا لابد أن نظهر هذا في وقت أسرع للناس لأن الوقت ما يحتمل، الوباء قاعد ينتشر في العالم، فأي شيء خلونا ننشره يمكن يستفيد منه أحد. لكن بالتأكيد بعض الجهات للأسف بعض الشركات استثمرت هذا بإخراج أشياء وتضخيمها إعلاميا أحيانا عن قصد وعن غير قصد من قبل بعض الجهات الصحية، مما يعني رفع أسهم شركات وزاد يعني قيمتها السوقية لأنه يتوقع الناس أنها تكون واعدة. وقد يكون هذا صحيح، يعني لا ينفي ذلك، لكن لابد من الانتظار حتى تأتي الدراسات القوية التي يمكن الاعتماد عليها وتكون strong evidence. الآن أظن أن المشكلة التقنية انحلت. نعم، السؤال الآن للجمهور: متى تتوقع انتهاء الأزمة؟
جاء من الجمهور الإجابة على السؤال. تصويت. وبعد ذلك سنسأل هذا السؤال لكم دكتورنا الفاضل. صوتوا الزملاء ولا إلى الآن؟ ما زال يصوتون، سنعطيهم دقيقة أخرى. طيب. هل ترون نتائج التصويت أمامكم؟ لا ما أدري كيف تطلع عندي، ما أشوف نتائج الآن. السؤال هل واضح أيه. لكم؟ نعم. ظهرت النتائج؟ نعم. هناك 10% من الجمهور صوت خلال شهر، ما يقارب 44 وهي أكثرية، شهرين إلى ثلاثة، 26 أكثر من ثلاثة، و 21 إلى نهاية 2020. دكتور ما أقول لكم على انتهاء الأزمة، هل هي شهر؟ أي نعم. أنا يمكن لو كنت مكان الزملاء اللي أجابوا كان بسأل تقصد انتهاء في العالم ولا انتهاء في قطر معين ولا السؤال انتهاءها في العالم الانتهاء ولا في المملكة؟ هو انتهاء في العالم كان ربما لن يلحق يعني أعتقد أن هذه تحتاج لها إلى وقت أطول، لا أظن يعني يكفيها إلى نهاية 2020، ستمتد معنا أكثر، لكن أهم شيء أن الضراوة حقتها ستكون أقل. يعني ربما أنت ذكرت العالم جلوبالي، أقول ستمتد إلى أكثر. نتوقع التوقعات اللي عندنا مختلفة الحقيقة. أنا يعني طلعت على أكثر من جهة تضع prediction أو توقع، وبعضها يقول إنه ربما في جون تبدأ الحالات تتناقص بشكل جيد ونبدأ نلحظ يعني انفراج. البعض يوصلها إلى أكثر من ذلك، إلى الصيف، إلى أغسطس، بعضها سبتمبر. يعني هناك مشكلة تقنية، هل الصوت مسموع ولا غير مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ الصوت انقطع. أنا أين دكتور؟ صوتك اسمع صوتك دكتور وصوتك مجد. جيد. أقول التوقعات تفاوتت، لكن المتوقع إن شاء الله أنه بالنسبة لنا قبل نهاية السنة إن شاء الله، والمتوقع أنه قد يكون خلال فترة الصيف تكون على الأقل وصلنا إلى مرحلة الانحسار. لكن الذي يتوقع أنه لن ينتهي انتهاء تاما، لكنه سيبقى ينتشر بصفة خفيفة جدا. احنا يمكن لو ذكرنا معامل الانتشار لمعامل العدوى R not كما تسمى، ربما تصل إلى أقل من واحد، ولما تصل إلى أقل من واحد يزول الوباء، لكن لا يعني زوال المرض نفسه، لأنه سيبقى هناك أناس لكن ينتقل بصفة فردية، مثل حالة مثلا الميرس مثلا، لا زالت حالات توجد لكنها حالات قليلة ومتباعدة. نعم. دكتور هناك سؤال، أعطيتنا دقيقة فقط. عفوا في سؤال، ما سمعت السؤال. الآن في الحقيقة انتهت يعني أغلب الأسئلة. الآن هناك السؤال الأخير منكم دكتور للجمهور. أي نعم. الحقيقة يمكن كنت أتمنى أني بس أعطي شيء عملي للشباب ويعني ما يمكن أن يقوموا فيه، لكن دعوني أقول، ماذا يحدد في ظنكم قابلية انتشار العدوى
للفيروس بالإضافة إلى معامل الانتشار ومعامل العدوى، ما هي العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون تساهم في وصول الوباء في مجتمعنا وانتشاره؟ ماذا غير معامل الخاصية بالجرثومة نفسها والفيروس؟ هل هناك عوامل أخرى؟ نعم، لدينا إجابة هنا من زياد. تفضل زياد. زياد رفعت يدك. هناك إجابة من نعم زياد، تفضل زياد. يبدو هناك مشكلة تقنية. يمكن زياد مسوي ميوت عنده. ما شوف غير زياد. عز الدين. ايوه تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافيه جميعا. اعتقد العوامل ممكن تساعد بزياده انتشار الفيروس غير خصائص الفيروس نفسه، اللي هي مثلا سوء يعني وسائل المواصلات اللي صارت اسهل هاي الايام، يعني ادى الى عولمه الفيروس بشكل سريع جدا، يعني اضافه الى يعني سهوله الاختلاط وكثره العمل وهالاشياء، يعني اتوقع هي اللي ادت للانتشار السريع للفيروس. طيب صحيح جزئيا نعم. هل هناك عوامل اخرى ايضا في اي وباء يعني ممكن تساعد الانتشار؟ مدى ثقافة الناس ووعيهم لنشر الفيروس. نعم ممكن. هو يمكن أن يقول مثل ما أشار الزملاء أنه هناك السلوكيات المعينة يمكن أن تكون عامل من عوامل قضية انتشار أي وباء في المجتمعات اللي يحصل فيها مثلا التجمعات وانتشار بين الناس اللي المصابين وغير المصابين بشكل كبير، لا شك ستساهم في الانتشار. وأشار الزميل عز الدين أظن إلى قضية المواصلات كأحد الوسائل، لا شك أن المواصلات العامة سواء كانت الأرضية أو الطيران تساهم بانتشار الأوبئة إذا استمر نوعية الوباء، والاختلاطات التي ستحصل بين الناس بصورها المختلفة عامل من العوامل. وعي الناس جدا مهم أيضا، أشارت إليه الأخت الزميلة إلى أنه يساهم في الانتشار أو الحد منها. فالذين مثلا المجتمعات التي لديها وعي بحيث أنه إذا صار عند الإنسان أعراض سيعزل نفسه ويأخذ احتياطاته، وإذا خرج برا فهو سيساهم في تقليل الانتشار. وكذلك أيضا الفرد الغير المصاب كيف يأخذ احتياطاته إذا خرج برا ستساهم في تقليل الانتشار. نعم هذا صحيح. نعم هناك في الحقيقة أسئلة كثيرة من الجمهور، ما شاء الله هناك تفاعل كثير، فالحكم ضيق الوقت لا يمكن أن نأخذ كل الأسئلة، لكن هناك سؤال تكرر. دكتور، ما هو دور طلبة الطب من المراحل الأولى وحتى الخريجين في هذه الأزمة؟ ماذا عليهم فعل تجاه هذه الجائحة؟ أي نعم، طبعاً من الأشياء الأولى المهمة بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي ويعني طلبة كلية الطب في بداية يعني من أولهم، هو أن يكونوا عنصر من عناصر نشر الوعي للمجتمع ومحاربة الشائعات والأفكار المغلوطة التي قد تنشر. هذا دور جدا مهم لهم. هم يستطيعون أولا تمييز المصدر المعلومة الصحيح من غيره، وبالتالي أقدر من عامة الناس على الشيء هذا، كما أن لهم وسائلهم للوصول إلى
إلى مصدر المعلومة الصحيح في سواء عند الجهات المعنية أو المختصين، وبالتالي قدرتهم على نشر الوعي عامل جدا مهم ومفيد وسيستمر لتأثيرهم على من حولهم وعلى عامة المجتمع. وقد يكون بعضهم لديه القدرة على المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فينشر الوعي عن طريقه، أو قد يكون على نطاقه الضيق عن طريق زملائه ومعارفه ومن يستطيع أن يكون يعني دائرة حوله وينشر الوعي لهم ويحارب الشائعات والأفكار المغلوطة. طبعا حينما يحصل لا سمح الله احتياج لأعداد كبيرة في المجتمع، مثل لا سمح الله لو زادت الأعداد عن طاقة الفريق الطبي والطواقم الطبية أن تعمل، فقد يحتاج إليهم في قطاعات مختلفة للمساعدة في التعامل مع المرضى، سواء كانوا في السنوات الأخيرة من الطب أو الخريجين، ويمكن أن يتم تدريبهم. وعملت الحقيقة الوزارة برنامج لهم والجهات العاملة معها لتأهيل المتطوعين والراغبين في التطوع سواء من طلاب الامتياز أو السنوات الأخيرة للعمل عند الحاجة في بعض المجالات. وطالب الطب حتى في السنوات الأولى كمتطوع يمكن أن يكون مثلا في ضمن المحاجر التي سواء الفنادق الحالية أو غيرها، يستطيع أن يقوم ببعض الأدوار بتدريب بسيط لإجراء بعض الإجراءات المعينة مثلا، فيساهم بالتأكيد في سد حاجة النقص إذا وجد نقص في القطاع الصحي. نعم تمام، يعطيك العافية دكتور. هناك قلق ومخاوف حول حدوث موجة أخرى أو موجة ثانية التي حدثت مع الإنفلونزا الإسبانية. هل حدوث هذه الموجة يعني مرتبط بعوامل معينة أو بأشياء خاصة، أم أن هناك فقط إعلام وتخويف ولا أكثر من ذلك؟ نعم، وطبعا سيصعب التنبؤ بشكل كبير هل سيحدث هذا أم لا، لكن بعض من درس ما حصل في الإسبانية في 1419 كانت إنه بعض الدول أو المدن بالأحرى يعني اقتركت الحجر الصحي بوقت مبكر، وكان الانفتاح ليس حتى تدريجي وإنما سريع، فساهم في زيادة الانتشار بشكل كبير. هل يمكن أن يحدث هذا؟ لا شك قد يكون هذا وارد، وستتضح الحقيقة مع الأيام كيف يمكن أن يحدث. وهناك حالات أخرى لأوبئة بالعكس، يعني بعد فترة مات الوباء وانتهى. وسارز الأول اللي في 2002 انتهى، يعني في 2005، منذ 2005 لم تعد يعني تسجل أي حالات جديدة منه، فانتهى كوباء. صحيح أنه يختلف عن هذا من لاختلافات معينة، إذا الوقت يسمح شرحتها لأنها ربما تفيد. في الحقيقة هناك يعني سؤالين سنأخذهم ثم ممكن نعود للنقطة. طيب أبشر. حقيقة هناك سؤال من الأخ أسامة، وما شاء الله الأخ أسامة أسئلته مميزة. يقول: إلى أي مدى ممكن نأخذ احترازات وقائية؟ أكثر سؤال يعني قد نواجه من عامة الناس، خصوصا الذي يتعامل مع الأغراض أثناء التسوق، بالذات أن الفيروس يعني قد يستطيع العيش على الأسطح وقد يمتد إلى فترات طويلة مثل الزجاج والخشب. نعم نعم، جميل، هذا الحقيقة نقطة مهمة. خلوني أقول يعني وش اللي كنت يعني يمكن قلته لبعض الآخرين من أصدقاء والزملاء وبعض الجهات الإعلامية. أنا أقول هذا الفيروس إذا كنت أنت في بيتك وفي سكنك وفي مكانك لن يدخل عليك إلا إذا أدخلته أنت أو أنت خرجت له، وإلا هو لا يعني لن يصل إليك ما دمت في بيتك. فبالتالي لابد أن نستحضر هذا دائما. ما هي الاحتياطات التي إذا خرجت سأتبعها حتى لا آخذ الفيروس، وما هي الاحتياطات التي
يعني أتأكد أنه لا يدخل إلي الفيروس. فمثلا في ذكرت قضية التسوق، أنا أنصح بالتالي أنه إذا أراد الإنسان يخرج التسوق يختار الأوقات اللي يقل فيها زحام الناس في الأماكن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، خذ كمامة معك واحرص على أنك ما تكون قريب من المتسوقين الآخرين، تبقي المسافة متر ونص بقدر الإمكان. الأمر الثاني، احرص على أن تطهر أو عربة التسوق إذا استخدمتها، وإن لبست قفازا في ذلك الوقت فلا بأس بذلك. قلل من لمسك للأشياء المختلفة، يعني لا تلمس شيء لست بحاجة إلى أنك تلمسه أو تمسك بيدك في بقدر الإمكان. لا تتعامل بالنقد، فاحرص على أنك تدفع عن طريق الدفع الإلكتروني، حتى لا تحتاج أنك تتعامل فيدفع لك البائع نقود ربما مرت على أيدي مختلفة كثيرة. إن اضطررت إلى أنك تستخدم إصبعك للحصول على نقد من الصراف أو للجهاز كذا، فتأكد أنك تضع واقي بين إصبعك وبين هذه، بحيث لا تكون إن كانت الأزرار ملوثة تنتقل إليك. أنا الحقيقة أنصح لما يخرج الواحد للتسوق يضع الجوال حقه في كيس شفاف، في كيس مقاس 5 الصغير هذا اللي يمكن قفله، شفاف يعني بحجم هذه، ما يعيقك أبدا، تستطيع تجري يعني ما تريد من عمليات وتشوف الأشياء طبعا إذا احتجت أن تستخدمه أثناء وجودك. والسبب في هذا أنه لما تصل إلى البيت مجرد أخرج الجوال منه وترمي تتخلص من هذا الكيس، أو تضع بعيدا عنك لمدة 24 ساعة حتى يعني يزول الفيروس إذا التمسه، لأن يديك ستكون ملوثة أثناء بقائك في السوق. ممكن غسل الجوال في حال الاستخدام، يعني ممكن بعض الجوالات تصلح بهذا، لكن لماذا تحتاج أنك تفعل ذلك إذا استطعت أنك تحميه هو من يديك الملوثتين، ثم يبقى هو نظيف إلى أن تنظف يديك. إذا وصلت إلى البيت، فأول شيء ابدأ فيه طبعا تخلع القفازات إذا كانت لديك القفازات، تتخلص منها بطريقة الصحيحة، تتخلص من الكمامة بالطريقة الصحيحة، أن لا تلمس مقدمة الكمام وإنما تخرجها من عند الإذن، ثم تتجه مباشرة إلى المغسلة وتغسل بالماء والصابون للمدة الكافية، يعني لا تقل عن 20 ربما 30 أفضل أو 40 ثانية. والماء والصابون كافي جدا، لا أنصح الحقيقة باستخدام المعقمات والمطهرات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأكياس التي أحضرتها والأغراض قسمها إلى أقسام. أخرج ما في داخل هذه الأكياس، إذا كنت لن تستخدمه الآن فضعه وهو مما يمكن أن يوضع على الرف أو في مكان معين، ضعه لمدة 24 ساعة أو 36 ساعة، حتى إن كان في فيروس بعد هذه المدة سينتهي الفيروس ويتحلل وبالتالي تكون تطهر. والأكياس أبعدها عنك إذا كانت من الأكياس التي يمكن استفادة منها مرة ثانية، ضعها في مكان معين بعيد عن أن يلمسها أحد لمدة 24 ساعة حتى يمكنك إعادة استخدامها من جديد. والأشياء الثانية التي يمكن الاستخدام التي ستحتاج أنك تستخدمها، صنفها إلى عدة أصناف، فبعضها قد تحتاج أنك فعلا يعني تطهرها من برا وتتخلص من إذا كان لها غلاف خارجي تتخلص من الغلاف الخارجي ويكفيك، أما إذا كانت غير مغلفة فلا بد من تطهيرها. الفواكه التي لها غلاف ضعها بعيدا عنك لمدة 24 ساعة 36 ساعة قبل ملامستها، أو إذا كنت مضطر لاحتياجها الآن فاغسلها بالماء والصابون لهذه الفترة. الأسطح التي لامستها هذه الأشياء، استخدم المعقم الكلور، مادة الكلور فيها، بحيث تطهرها من هذه بعض الأشياء. بعض الأمور التي يمكن إدخالها داخل الفرن، ضع الحرارة إلى درجة 70 درجة مئوية، أدخل ما تشاء داخل الفرن لمدة 5 دقائق
وتقضي على أي فيروس إذا كان موجود فيه، وبالتالي يمكن استخدامها مباشرة. تمام، جميل، يعطيكم العافية. هناك سؤال من محمود، يعني تكرمتم في الإجابة عليه في دقيقة وأقل. يقول: بعض الدراسات التي تكلمت عن الطفرات التي تعتري هذا الفيروس، إلى أي مدى هذه الطفرات ستؤثر على اللقاحات المعمولة عليها؟ أي نعم، جيد. ستعتمد الحقيقة التغيرات على حسب وين التغير فيه. فإذا كان التغير يمس المناطق التي التطعيم استهدفها، فلا شك أنه سيكون التطعيم هذا غير فعال حينما يحدث الطفرة. أما إذا كانت الطفرة في موقع آخر غير التي استهدفتها التطعيم نفسه، يعني بقيت نفس الأنتيجين أو البروتينات التي سوينا التي أردنا أن الجهاز المناعي يكون لها مستضدات، فبالتالي لن تتأثر بالتطعيم، سيبقى فعال حتى لو حصل التحور هذا. نعم، جميل. دكتور، فقط لو تكرمتم وآخر سؤال لكم من الجمهور، السؤال الأخير منكم إلى الجمهور، ثم ننتقل إلى فقرة الختام. نعم، طيب، سؤالي الحقيقة أقول يعني هذا الوباء فيه عبر، هو لا شك يعني ربما فيه يعني بعض الجوانب السلبية، لكن ربما فيه أيضا جوانب إيجابية. أنا بودي حنا ننظر بالعين الإيجابية للموضوع، ونعدد ماذا يمكن أن يكون من أثر إيجابي لهذه الجائحة على المستويات المختلفة، على مستوى الأفراد، على مستوى الدول، على مستوى العالم والبشرية. نعم، سؤال جميل. لدينا هنا مشاركة من الأخت شهد. نعم، لو سمحتي إلغاء كتم الميكروفون لديك. نعم، تكلم. السلام عليكم، صوت واضح؟ نعم، واضح. صحيح له إيجابيات من عدة جهات، مثلاً البيئة. كل علماء البيئة الحين حالياً في هذا الوقت لاحظوا مثلاً انخفاض ثقب الأوزون، تحسن في الأوضاع البيئية في الكرة الأرضية بشكل عام. كذلك من جهة أسرية زاد الترابط بين الأسر، وكذلك من جهة اقتصادية أو بشكل عام أن الحياة لا تتوقف بس بالشغل وغيرها. حتى مثلا العوائل أدركت أنهم بحاجة إلى دراسة يعني مشترياتهم، أنه الأسر صارت تكتفي بالضروريات فقط، بدل ما كانت أصبحت العوائل يعني أقصد أن الكماليات أصبحت شيء أساسي في حياتنا قبل الجائحة، أما الآن العوائل عادت إلى الاكتفاء فقط بالضروريات. جميل، جميل، نقاط جميلة. شهد كثيرة حقيقة، أنا تحدثت عن أكثر من موضوع، لكن دعنا نتحدث ونذكر عن ما يتعلق بقضية التهويل أو التهوين من هذا الفيروس. لا شك أنه التهويل فيه ليس بصحيح، التهويل الكثير هو لا شك، نسبة الوفيات فيه ترى بالمناسبة قليلة، يعني ما تصل إلى 4% طبعا في العموم، في عموم من يصابون. وربما إذا بدأنا نكتشف الحالات حتى عند الذين لم تظهر عندهم الأعراض، ربما تنخفض إلى أقل من 1% نسبة الوفيات بمقارنة بنسبة المصابين. لكن الإشكالية في تحديد نسبة معينة الآن هو أنه لا تعمل معظم الدول لكل الناس، حتى الذين لم يحتكوا بأحد، لم يخالطوا، اللي هم اللو ريسك تماما. وهذه لن تتم إلا إذا بدنا نعمل المسح المجتمعي عن طريق السيرولوجي على أي حال. فأقول أنه بعض يعني الأمراض الوفيات فيها أكثر، ميرس مثل أزمة الشرق الأوسط التنفسية اللي الكورونا اللي قبل هذا، نسبة الوفيات تصل إلى 34%. السارز الأول تصل نسبة الوفيات إلى 10%.
من الذين يصابون. أما في هذا فهي مثل ما ذكرنا يعني قليلة جدا. فالتضخيم كثيرا لا شك، لكن ترى لا يبغي النقيس بكم نسبة من يتوفى ممن يصاب، بل لابد أن ننظر للزاوية الثانية وهي كم عدد الوفيات التي يمكن أن تحصل منه. فحينما يكون يصيب عدد كبير من المجتمع ستوجد عندك أعداد كبيرة من الوفيات، وخصوصا إذا حصلت عندك مشكلة في عدم قدرة القطاع الصحي والنظام الصحي للتعامل معها، فستجد أنك في ضائقة كما حصلت في بعض الدول، ذكرنا إيطاليا ونيويورك وبعض الجهات الأخرى الثانية التي لم تتمكن من علاجهم. نعم نعم أعطيك العافية دكتور. نوعيك ربما فقط السؤال الأخير الذي طرحته يعني ما شاء الله كان أكثر من هناك أكثر متميز، وصراحة يعني صعب علينا تحديد الفائز في الجائزة الثالثة. فحبذا فقط لو تطرح سؤال أخير يعني يكون إجابته في بصح أو خطأ. طيب أنا الحقيقة بس خلوني أقول يعني الزملاء جميعا اللي ساهموا أشكرهم على مساهمتهم، ذكروا الجوانب الإيجابية في هذه الجائحة، وأنا أقول إنه يبغى نحن ننظر دائما لجوانب أخرى إيجابية في أي شيء يمر فينا. وأقول واحدة من العبر في هذا إضافة لما ذكروا الزملاء، هي أظهرت للإنسان مدى ضعفه ومدى يعني أنه مهما وصلنا في تقدمنا العلمي في تقدمنا التقني في ما لدينا، فلا زال الإنسان بشر محدود ضعيف، فينبغي أنه يعني يعود إلى خالقه ولا يتألى على الله سبحانه وتعالى ولا يستكبر بما وصل إليه. هذا أعتقد أنه من الأشياء التي جميلة هذه، لو استوعبتها البشرية وشعرت بها أعتقد ستعيد كثير من التوازن لما رأيناه يعني في الفترات الأخيرة. كلا إن الإنسان ليطغى، وجدناه الحقيقة يعني ظاهرة في سنوات سابقة، وأظهر الحقيقة هذا الفيروس وهذه الجائحة عبرة للبشرية إن اعتبرت. نعم صحيح. طيب أنت تريد سؤال يعني يجاب عليه بصحة وخطأ صح؟ صحيح تكرمتم. طيب هل ممكن يكون من يعني خارج المعلومات اللي ذكرناها ولا من ضمن المعلومات التي ذكرناها؟ لا ما في مشكلة كما تريد دكتور. نعم ما في مشكلة إن شاء الله. أي نعم. طيب وش الفرق بين احنا نسمع مصطلحين ويتكلمون عن الجائحة، نسمع كوفيد 19 ونسمع سارز كوفي 2، وش الفرق بينهم؟ ممكن هذا مو صح وخطأ لكن جيدا احنا نعرفه. سؤال جميل صراحة. الأخ محمود تفضل. دكتور كوفيد 19 هو ديزيز، بينما الاسم الثاني هو اسم الفيروس اللي هو تطور من اللي هو رقم واحد. صحيح هذا صحيح. وكوفيد 19 هو كورونا فيروس ديزيز 2019، ولهذا المتوقع أن منظمة الصحة العالمية، لأنه متوقع الحقيقة أن تنتشر أيضا أمراض أخرى يسببها كورونا ثانية، فقد تأتي كورونا آخر ويسمونه كورونا فيروس كوفيد 22 كوفيد 25 كوفيد 30 مستقبلا، حتى الله يستر. نعم حتى يتجنبوا أن يكون مربوط بجغرافيا معينة. تعرفون في بداية الأزمة بدأت بعض الجهات تقول الفيروس الصيني، يتكلمون عن هذا الفيروس والمرض الصيني، والخطأ الذي حصل في تسمية الكورونا السابق إلى متلازمة الشرق الأوسط كذا، وهي مع أنه ممكن أن يعني ينتقل ويصيب جهات أخرى غير الشرق الأوسط، فأعتقد خطوتهم أنها تصير بهذا الشكل بحيث تأخذ رقم ومستمرة تزيل الحساسية التي تحدث. نعم جواب صحيح الحقيقة الزميل. نعم أعطيك العافية أخ محمود. رجاء من الأخوة التواصل مع النادي حتى يتواصلون معهم ويسلمون الجوائز. دكتور في الحقيقة يعني الوقت يداهمنا وشرفنا على الانتهاء، والحديث يطول ولا يمل،
فنود منك يعني كلمة ختامية نختم بها هذا اللقاء. طيب أنا الحقيقة أيضا استمتعت بمداخلات الزملاء وحرصهم على التزود. أنا يمكن كنت سأقول فهو إنه دائما الأشياء التي تأتي يعني تصيبنا هي تحديات لا شك على مستوى المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير أو البشرية جمعاء. والجانب المهم جدا هو كيف نستثمر هذه التحديات لتكون في النهاية ذات أثر إيجابي علينا. نحن مثلا في الكلية أنا ذكرتها لأعضاء هيئة التدريس قلت أنه هذه الجائحة التي حصلت وما اضطرينا نحن يعني نكيف أنفسنا معها أظهرت أنه يعني لدينا القدرة نحن نقدم بعض التعليم عن بعد، وبالتالي يمكن أن نستثمر هذا في أوقات أخرى حينما تتعذر القدوم إلى الكليات لسبب أو لآخر. يمكن أن نستثمرها في زيادة من يشارك معنا في التعليم أو من يشارك بالتعليم دون أن يكون حضر المنطقة، وكذلك أيضا في جانب الموظفين وطريقة عملهم. فالشاهد اللي أقوله أنه في كل أمر هناك جوانب لا شك إيجابية غير الجائحة بشكل عام اللي أشار إليها الزملاء والزميلات. فهناك جوانب يبغي دائما الواحد يلتفت لها على مستواه الشخصي، على مستوى أسرته، مجتمع الصغير، وعلى مستوى مؤسسته، وعلى مستوى المجتمع بشكل كامل، ويتلمس ما هي الجوانب الإيجابية حتى يستثمر هذا الظرف الذي مر به ويحيله من محنة إلى منحة. دكتور لو تختم لنا بنصيحة ودعوة للمتابعين. عفوا أنت بنصيحة خاصة بالجائحة هذه يعني ولا ما فهمت؟ كما تريد براحتكم دكتور. هو يمكن ما ذكرته قبل قليل هي يعني تتضمن يعني نصيحة ودعوة، وهي أني أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن ننظر الجانب الإيجابي في القضية هذه، نعيد حساباتنا مع يعني مع رب العالمين أولا، وننظر في كيف يمكن أن نغير من حياتنا. وأنا أقول أنه لابد أن نكون على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى المجتمعي، وسيحصل هذا على المستوى الدولي في وجهة نظري، أن ما قبل كورونا لن يكون ما بعد كورونا لن يكون مثل ما قبله. فينبغي أن نوصل هذا، لكن لنحرص أن يكون إلى جانب إيجابي وإلى مزيد من الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا ويسدد خطاكم وينفع فيكم أمتكم اللهم أمين يا رب. جزاكم الله خير دكتور، وجعل الله في ميزان جعل هذا في ميزان حسناتكم لما قدمتموه لنا بمعلومات قيمة. ونشكر الأخوة والأخوات المتابعين، ما شاء الله كان الحضور ما يقارب 130 شخص. نشكر لكم حضوركم وتفاعلكم معنا، ونسأل الله السلامة لنا ولكم هذه الجائحة والأمراض الأخرى، ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.